اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. صلى الله عليه وعلى النبي امي وعلي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ننجو بكم شيء وجوبنا قد يفشي الله عز وجل بك يا نسب ثواب نبي پاک سرکار دو عالم صلى الله عليه وسلم. حديث تو پیش کر فیال نہ قبول قبول فرما اللہ یا اللہ اس کا ثواب تمام ادوانی متعارف پیش کر فیال نہ قبول قبول فرما اللہ تمام پیغمبروں پیش کر فیال یا اللہ اس کا ثواب تمام شہداء بدر شہداء احد شہداء کربلا کو پیش کر فیال نہ قبول اللهم صل على تمام صحابه الكرام تابعين تبع تابعين مؤمنين مسلمين کو پیش کر اللهم يا الله اس صوام تیرے سارے ولیوں کو پیش کر یا اللہ قبول فرما اللهم امین بالخصوص يا الله مشتاق محمود میرے باپ اس کا ثواب پوچھتا يا الله قبول مقبول فرما يا الله ان کے درجات بنو فرما يا الله ان کے درجات بنو فرما يا الله ان کے درجات بنو فرما صلی اللہ تعالی علی خیر الامور محمد و علی صحابہ اجمعین بڑے مصطفی یا ارحم الراحمین امین یا رب العالمین امین اللہ پاک کا بہت کرم ہے ماشاءاللہ